ده يتعاقد مع لاعب عنده حارس مرمى عنده 50 سنه مثلا؟ لا هو ليه؟ هتعاقد ليه مع 50 سنه؟ حتى لو فت؟ لا يعني انا وجهه نظري انا الشخصيه يعني الهاني 36 لكنه هو في نفس المدرسه دي نفس السكه دي نفس المدرسه دي اوكي لكن لازم يبقى عندي الاعمار كلها يعني المراحل اللي هتخدم النادي يعني في اثنين او كلهم دلوقتي يعني الثلاثه اللي بعد الهاني كلهم 20 23 22 21 لكن عندهم خبرات عمر عنده خبرات مع نادي الزمالك ولعب افريقيا ولعب محمد اشرف ده حاجه جميله جدا يعني الانبادي بتاعه زي كريستيانو رونالدو ما شاء الله ستة فيعني بيشتغل على نفسه كويس جدا وبيتمرن كويس جدا ونفس الحكايه الهاني 6.3 يعني 6.3 دي ما تجيش الا مع حد عامل كل حاجه كويس. هل اختيارات حراس المرمى يا كابتن خلاص بقت تتبع الشاسيه؟ يعني زمان ما كناش بنشوف الاطوال دي في حراسه المرمى. دلوقتي حمد الشناوي، ابو جبل، جنش، بسام، كل المجموعه اللي موجوده حتى في العالم. بس هي القطعيه تبتدي تبقى مناسبه من 186. لان خلي بالك انت برضو لما تطلع على 2 متر وحاجات كده في عناصر بتقل كفاءتها. زي الرشاقه والمرونه والحاجات دي فانت كمدرب بتقعد تشتغل بقى بتعمل بالانس بين القوه والسرعه عشان الرشاقه تفضل في حالتها شغلانه كده في الـ في الـ في المهنه بتاعتنا يعني لكن هم 186 اللي هو طول الحضري 87 187 ده الايدل بس الجداد يا كابتن اوكي ماشي في الحراس كلهم هتلاقي هوجو لوريس مش طويل هتلاقي كاسياس مش طويل هتلاقي حراس كتير مش طويله هو ساعات يقول يا كابتن ان الطول بيفرق ان انت في البوكس نفسه بتشتغل بارتياحيه البوكس ده شغلانه ثانيه ده سنس وتايمنج وبوزيشن ثلاث حاجات فالحاجات دي لو اتوفرت مع 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 حد مش طويل هينتج اكتر من حد طويل ممكن حد طويل ما يبقاش عنده لا سنس ولا تايمنج ولا بوزيشن ما يعملكش حاجه يبقى واقف زي النخله يعني ما فيش ما يطلعش ولا حاجه الحضر يشتغل في الاخر على التوقعات يا كابتن؟ لا الحضر يشتغل على ذكائه على ان هو بياخد بوزيشن يعني رايت بوزيشن ده هو رؤيه توقع برضه لا اصل البوزيشن ده نص اللعب انت لو انت في رايت بوزيشن عديت نص اللعب نص 50% من الشغلانه بالظبط 50% فهو بيعدي 50% من الشغلانه بعد كده بقى مهارته هو بقى في التكنيكو في حاجات ثانيه يعني ما كانش بيبذل جهد كبير عشان يوصل للرايت بوزيشن كان خلاص بقى عنده 40 سنه لعب ولا 30 سنه لعب بيقف صح يعني بيقف صح فكان ما بيبذلش جهد كبير وتلاقيه واصل لهدفه بسهوله يعني قبل الحضر يا كابتن مين كان اعظم حارس مرمى في تاريخ مصر؟ لا كتير يعني كان يعني كابتن اكرامي وكابتن ثابت وحسن علي وعبد المامور وحسن مختار لا كتير عرابي هنا في اسكندريه دايما حراس المرمى في مصر دايما في كابتن كل كابتن شوبير طبعا ونادر السيد لو قلت حضرتك رقم واحد بالنسبه لك بالنسبه لي انا ثابت البطل ثابت البطل لانه كان سابق عصره كان تكنيكه وادائه اللي هو بتاع اليومين دول يعني كان بيشتغل هو على الفوت ورك يعني احنا بنتمرن سوا يعمل حاجات لوحده يطلع المدرجات وينزل كان زمان عندنا ما عندناش ادوات ولا عندنا حاجه فكان يخترع حاجات هو يتمرن بيها انديفيدوال كده وكان تحس ان هو انت عمال تتعزم وهو ما بيبذلش جهد عشرت حضرتك كابتن اكرامي طبعا ودربت شريف مين افضل؟ لا الموهبه بتفرق الموهبه هنا حاجه وهنا حاجه عند مين؟ عند الكابتن اكرامي طبعا زي شريف مش هيزعل اكيد يعني هيزعل يحل في البيت مثلا الكابتن اكرامي كان موهوب قوي كان ستايل عظيم يعني يعني كان من الناس اللي عندها اللي هي حلاوه اللعب هو في جون يا كابتن موهوب وجون مصنوع؟ في الوقت الحالي مفيش حاجه اسمها كده امال ليه؟ في حاجه اسمها جول افكتيف وواحد لا يعني واحد بينتج وواحد ما بينتجش اي كل لعيب موهوب مفيش لعيب مش موهوب احنا الموهبه دي يعني بدرجات لا احنا مفسرينها غلط يعني انا لما ابقى سردباك وبطلع اخد كل كره عاليه وبعمل مان تو مان زي الفل وبطارد زي الفل وبعمل سلايدنج زي الفل انا ما ببقاش موهوب في مركزي موهوب بس هو ده الموهبه دلوقتي الموهبه
كل واحد يبقى موهوب في الحته اللي بيلعب فيها بالشكل المناسب ليه. لكن احنا بنفسر الموهبه ان واحد يوقع واحد ويرقص واحد ويعدي بالرجل واحد هو ده الموهوب. لا ده مش موهوب. لا مش موهوب خالص. طب ليه الموهوب اللي هو زي ما قلت لك افكتيف يعني بينتج. طب ليه دايما حضرتك لما نتكلم على حراسه المرمى حضرتك دايما تروح لاحمد الشناوي وتقول ان ده اكتر واحد موهوب في مصر؟ لانه احمد الشناوي بيجمع كل الصفات دي. او كان بيجمع كل الصفات دي عشان انا انت عارف طبعا انا مخلوق من الليله دي. فلكن هو كان عنده فرصه يبقى يعني في حته تانية فعلا بقى. يعني عنده الستايل وعنده يعني الميكانيزم بتاع الاداء وعنده السرعه وعنده الرشاقه. احيانا حارس المرمى يا كابتن ما يتعاقب مبلغ كبير وياخد فلوس كتير يتبوظه. هي دي الحته اللي احنا يعني محتاجين فيها الـ الاداء النفسي او الطب النفسي الرياضي. اللي هو يهيئ اللاعب ان هو هيستقبل فلوس، ودي بتحصل بره. تعملها انت كابتن؟ يعني مثلا ممكن اقعد واحد هيجدد عقده الحضري او امير او الشريف او اي حد. نعم. انت لو لاحظت في الحراس كلها اللي انا اشتغلت معاهم كلهم عندهم مشاريع وكلهم عاملين بيزنس. انت اللي كنت بيسنطر لهم. كنا بنتكلم انت بعد ما تبطل يا ابني في ناس بدات تبقى حالتها مزريه وما عندهمش حاجه، انت لازم تخلي نفسك يعني لا ما تبسطهاش كل البسط ولا تقفلها كل القفل. اعمل لنفسك حاجه، شوف لنفسك حاجه. حتى امير برضو نفس الحكايه الحمد لله مستور وزي الفل. وده كنا بنتكلم فيه، يعني كنا دايما بنتكلم فيه. الهاني طبعا مش محتاج نصيحه. الجنيه اصلا ما بيطلعش. طبعا مدرسه الهاني مدرسه الحضن بالظبط.